هي كل التحية لأبطال جيشنا الوطني الذين هم صفاموا أمام الوطن والحرية والثورة والكرامة. ثورة 26 من سبتمبر بخير وماضية نحو المستقبل وبخطى ثابتة ومنتظمة نحو الجمهورية والثورة واستعادة الألق الذي حاول الإنقلابيون طمسه. الكل يعلم أن هذا اليوم عيد الفرحة وعيد الثورة، العيد 55 لثورة 26 من سبتمبر، تعتبر ثورة الانتصار ويوم الأفراح وعيد الأعياد بلا شك. ستظل تعز حاملة مشروع الوطن 26 سبتمبر و14 أكتوبر والحادي عشر من فبراير، ولن تعود أبناءها المرابطين في الجبهات إلا بعد أن يتحقق حلم اليمن بدولة مدنية ديمقراطية في ظل اليمن الاتحادي. يقول المحتفلون اليوم بأنهم على درب خطى من سبقوهم من الثوار ماضون، وبأن نضالهم لن يتوقف حتى يتحقق كل ما يصبو إليه الشعب اليمني من استقرار وبناء للدولة والنظام الجمهوري. ولهذا الهدف خرج الناس وتجمعوا رغم ظروفهم القاسية، إلا أن الفرح والبسمة رسمت اليوم على وجوه الجميع مواطنين ومسؤولين على حد سواء. رسالتنا اليوم بنتعز بالغة الدلالة والأهمية بأن موعد النصر المؤزر لقريب، وأن مؤامرات الإنقلابيين وحلفائهم في زوال. يا أبناء وجماهير المقاومة الباسلة، يا أبناء تعز الأبية، كونوا على ثقة إننا معكم وإلى جانبكم، وأن نصركم القادم هو انتصار لليمن، كل اليمن، نصر للوطن ووحدته وجمهوريته، نصر لتحقيق العدالة والمساواة والحكم الرشيد، نصر لليمن الاتحادي الجديد. هذه تعز، وهؤلاء أبناؤها ثوار سبتمبريون من الولادة وأحرار بالفطرة، هم اليوم يقولون سنواصل المشوار حتى الانتصار وسط فرحة لا توصف وجموع لا تعد. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.